من أكثر من يستمع اليوم للشبهات لأهل الباطل؟ من؟ أكثر مشاهدات من من؟ الله المستعان. من كثير من أهل السنة. ما أروا أهل السنة تنتيم جان زانا سي منارد زان بينا فتنة زي أليف نولا يرين مخالف للقرآن والسنة وعمل السلف سنتي أليف هيت زان زي دامل زي تيا من فانو تنبي ولا زان القرآن فانو تنبي زان فانو محمد صلى الله عليه وسلم بعد فانو تنبي أمنا زان روا أولا من تيا تنبتان رجل زمن عمر رضي الله عنه رجل من الناس ليس من الصحابة كان يتبع المتشابه يبحث عن الأشياء التي فيها مخالفة للقرآن والسنة وعمل السلف وينشرها بين الناس شيطان كان في العراق. ولو ديار بيتك تاني عراق تاني عراق. جاء به عمر إلى المدينة. لان عمر للاهتزال نتيسنا مدينة. في كل يوم كان يضرب عمر. إذا كني سنان سنان عمر رضي الله تعالى عنه يوم ما عنده الموت. بعد الضرب في السجن. إذا كن بكن بانقوم لي ديار عليه فانا تبريزون. في كل يوم ضرب وسجن. زاني سنان زاني فوفان بكو بريزون فوفان بكو سبريزون. هذا الرجل قال لعمر رضي الله عنه. قال يا أمير المؤمنين قولي أمير المؤمنين الإسلام إن أردت قتلي فأحسن قتلتي يعني اقتلني الآن لماذا كل يوم أضرب وأسجن يقتل ويرتاح قول عمر نبالا نقول زال نبالا تينو فنوة ألوزة تغدي فنونو فوزاني تغدي فنوزة فمانين زال ابتدينو فانقونو تيزا بقوة بريزون فانقونو تيزا بقوة بريزون وإن أردت تأديبي أنا تأدبت أنا أتوب أنا لا أعود لهذا المتش أبدا. رويت زانية في لويها حنانة شاف نبارة إذا نبارة نفا خملا بليف نفا في توسن فم بيبا كم نوزا فتسح نورها توقساس ترك عمر رضي الله عنه لأنه تأدب من قام عمر رضي الله تعالى عنه زيز وأرسل وراء هذا أبو موسى رضي الله عنه حتى ينظر هل يرجع هذا المتشابه أو لا مات عمر رضي الله عنه فجاء بعض الأشيرار إلى هذا الرجل قالوا مات عمر ارجع إلى هذا الكلام أتوهم زين مرة راح أتوه متلوهرين ما بيجا فيتنا بوستوات ما بيجا توب لهم الآن لا يوجد لا ضرب ولا سجن ستيان حنا زفت ستسيس بريزون ساسو ستسبو تارب ساسو قال لا أدبتني درة عمر نبارا تبدي لا تزام نبارا بسين بولي أمبساس فا ما خوين فا عمبيح نبارا لديف نستفان نارا نياسو كم عمر والله عيب عليا عيب أن يأتي إنسان من أهل السنة ويستمع للباطل. أتينا ما نزام الذي. عيب. أتينا حرام. رأسنا بعض نتفاد بتزامه تيك أهل السنة زانا تيك إذا كان أتفامري زان ميلا ليهمو في تنزاتهم رؤوس زين تابك نتفاد غيره ليه نزام ما دين ميلا ليهم راهم فلان بوزان. أين الدين الحق؟ عايزنا بعض اللي في دين النبي صلى الله عليه وسلم أو دين هؤلاء أهل الباطل. لماذا تسمع لهم ولا تناقشهم عليك فقط دعوتهم للتوحيد رواجنا